وتكملوا تسمعوها كان عجبتكم. دونك مازلنا معكم في الكاب ويكاند حتى العشرة متاع الصباح كيما عودناكم كل نهار أحد. اليوم نهار سبيسيال شوية عند المقابلين نورمالمون. سعيدة جدا باستضافة سي رشيد الخياطي، مرحبا بك. وبيك هاني على التعريف. انت انا ولد الاذاعه، ولد الاذاعه وولد الحصه شفتك صديق جميع هذاك يحب روحي هكا، وصديق الساده المستمعين اللي هما ديما يتفاعلوا وسما في بليزير، هذاك اللي يخليني معنا ديما نكون متواجد معاكم وتخطر باش نحافظ على الخيط الرفيع من الود مع الساده المستمعين. مرحبا بك وبون غوتور، ومرحبا بك في الكاب ويكاند في راديو كاب اف ام. بون اليوم 14 ماي، 14 ماي تاريخ نجم نقولوا مفصلي على المستوى الطبيعي والمناخي والفلاحي. اليوم هو مايو بالعجمي، نقولوا بالتقويم العجمي الامازيغي. نعم، هو 14 ماي هو راس السنه نجم تقريب معناها نجم نحصلوها في هكا، مع انطلاق موسم الحصاد، مع استقبل الربيع. فما شكون يقول لك الربيع فات، فما التقويم يعطيك الربيع يبدا اليوم. دونك اليوم نستقبلوا الربيع بالروائح الطيبه اللي تنبثق نجم نقولوا احنا من الكوجينه، من المطبخ النابلي، مطبخ دار شعبان ومطبخ المعموره وابن خيار، نابل وما جاورها. معناها نابل ودار شعبان وذوما الكل عندهم ريف ممتاز داير بهم ابن خيار الكل. نعم، معناها كي نقولوا المدن هذه تتسع من الرقعه حتى معناها في الارياف دون لي شون. و بعد جمعان الزهر اللي خلصنا احنا نقولوا من التقطير نتاعو، اليوم تعدينا التقطير نتاع العطرشيه والورد زاد. الورد زاد بعد كيوفا والنسري. انت اي نعملوا بيه كعك الورق. دونك الروائح روائح ما تغيبش على الاذواق وعلى الاطباق. فهمتني؟ اليوم تشم في كل ريحه مطبخ في نابل، اذا كان ربط البيت ممتازه بالطبع، واذا كان اذا كان ربط البيت ممتازه إذا كان بناتها يعاونوها زادا. خلينا نقول إذا كان ربة بيت تعنى بالمطبخ مغرومة. ويلزم راجل ذواق زادا. إذا كان راجل ما يتذوقش ما يهموش على البالوش واللي يجي ياكل يلقى ما يلوش. إي فهمت. ما تحسش هي بالمجهود اللي عملته وقتها. هي ما تحسش وهو ما يلوش والوقت اللي نقول لك البيت هذاك أن بو ديرونجي مختل هكا شوية مش منظم. فهمتني؟ نرجعوا للميو، عجة ميو او باش نكونوا واضحين نقولوا شنو هي عجة ميو هذه، فهمتني؟ ومناش تتكون. لكن انا ماذا بيا نقول اللي عجة ميو هي نورمالمون تبدا اليوم. نعم، وهي حضروا فيها من اخر افريل، الشهر اللي تعدى افريل، و الجمعه الاخرى 7 ماي جمعيه سانت مدينه نابل بمناسبه شهر التراث اللي بدا 14 افريل ويوفى سمحني 18 أفغيل ويوفى نهار 18 ماي. بيوفى بيوم المتاحف. نعم، ويقع افتتاحه بيوم المواقع. دونك أنا كل الناس نهار الخميس امشيوا زوروا المتاحف. عجة ميو هي نوعية من الطبخ، لكن إذا أوسي فما لو ريتويل الطقوس. نعم، علاش؟ خاطر عندها رمزية نتاع نهار 14، عندها مكوناتها اللي هما يختلفوا على أي هريسة تلقاها. هي في الأصل المادة الأساسية نتاعها هريسة شايحة. هريسة شايحة بتاع الفلفل الشايح، ومن يبا أوميد تبدا تقعد شايحة بالحق، معناها مش سي با أون بيغي كي تتباع توا، ولا تتباع قبل كانت ما تتباعش، اليوم تلقاها في عند احنا نقولوا الزراعية جماعة اللي يبيعوا التوابل الكل. نلقاو عجة ميو. عجة ميو هي الفلفل الشايح الملحي، لكن شنو معاه؟ إضافات عادية الإضافات. فلفل شمسي لو اتخي كلير ما يكونش مدخن. إي. ونلقاو بهارات احنا نقول، ولا فحات معناها التوابل كما نقول بالعامية. نعم. بالتونسي. التوابل تاعنا. ألوغ فما. أعشاب. أعشاب. معناها نقولوا احنا
الفاح اللي هو أو النبتة اللي هي طاغية هي المطكوش، تحس ريحة المرجولين المطكوش مع النعناع مع لامونت بوفغي اللي هي تسمى المنتها، المنتها شوية على النعناع. ايه. لامونت الشيحين هذوما الكل ولا النعناع اخضر؟ كل شيحين. اي واضح. حتى تلقى الحبق كان تحب ساسي ان بو فاكولتاتيف، ما تلقى خاصه الفيجل حاضر لا غو. لازم تزرعوا ذاك الفيجل حتى في محبس في حاجه في الكوجينه كيف في الشباك تاع الكوجينه تلقى محبس. هذه عاده المتوسطيه البلدان فيها برشا شمس فهمتوا على ضفاف متوسط نستغلوا الشمس تاعها. تلقى لا مير دو فامي عندها كيف كي تعمل لك المحبس هذوك، تلقى شويه فلفل هكا صغير بالعبيد، تلقى الحبق حبق العربي، تلقى النعناع، تلقى الفيجل. هذوما سون دي بلونت زاروماتيك اللي يتزرعوا في الدار، ما يسحقوش اسباس كبير وعنايه كبيره. ان بو دو هي شويه شمس والدار فاوحه والبالكون تاع الكوجينه فاوح، وكي يبدا الطاجين يتشتش وعجه ميو في الطاجين فهمتني. انا طلعتيك وانا بالضبط هي مناش متكونه، تلقى النعناع، تلقى الفيجل، تلقى المطكوش، تلقى الثوم الاخضر، تلقى اوراق التوت. اي تو خاطر كل شجره تعطي في الثمار نتاعها نلقاو اوراق خضر نتاعها يبداو. تلقى البوصاع، تلقى الكرموس، تلقى اللوز. شنو البوصاع؟ البوصاع النافل هو توقته تاع البوصاع تو هايج بكدا. يجي يفضلوا شنو نحطوا من البوصاع؟ الورق. الورق نتاع البوصاع يشيحوه ويحطوه في العجه. في مطعم هو سي رشيد معناه خاص به ولا نوتخ؟ عنده للمنافع، عنده بلاصته في العجه هذيك فهمتني. يمكن عنده فوائد غذائيه يعرفوها جدود. سيتو ريتوال، طقوس اكثر، طقوس عقائديه، طقوس ثقافيه. عقائديه يعني الحاجات اللي تجي في الموسم هذيك الكل نحطوها. مش بشرط هي دينيه كلك عقائديه معناها ما اعتقد. لا احنا اوني كخوا كيما واحد يمن بعض الحاجات لا علاقة لها بالدين. نعم. دونك احنا هذوما حاجات لا اعتقدوا فيهم. عاداتنا. عندك الكرموس، من الكرموس كان يسمعونه الجزيرية راهو مش الهندي. الكرموس الجزائري هو الهندي. فهمت؟ لكن حتى الهندي موجود. نحطوا ورق الكرموس يعني. ورق الكرموس. ورق التوت ورق البوصاع. اللي هو التين. فهمتني؟ واللوز وبعض القوارص. اللوز ورق نتاعو زادة؟ اي. هاو صور هذه يا سي رشيد العجا هذيك هي تو شهيت وتسيب هكاك حاصيلو وظرف ظرف صغير تاع هندي اشتراكات مزاكي طالع انت دونك كلنا ورا لازم نقول تاع الهندي فهمتني نشيحوها ونحطوها نحطوها هذوما الكل الهندي هو اذا كان زي يسمعوا فينا هو الكرموس عندهم هما هو التين الشوكي فهمتني و الفليون ولا تجم انا اون فان كونت اذا كان الخيال يبدا خصب قد خصوبه الاراضي التونسيه وفلاحتنا ما يسالش الو تلقى مو فما عندنا حاجه نقاسيو فيها احنا تو في تونس نقاسيو نقاسيو في حاجه اي نعم في الطبخ في اللباس في لو باتريمون سي فاهم احنا تو شهر التراث هي لو ريفيزيتي كل رو دو تخو هذاك معناها يقول لك حاجه انت عمل لي ساعه فيزيتي انت عمل لي على الاصل بعد مشي لي في ريفيزيتي اللي شكشك نابورت كوا تقول اش بها هكذا جات يقول لك ما هي هذيك ريفيزيتي يلقاها ايشاباتوار يخرج فاش مخرج يخرج منها يعني انت ضد الانصهار التقليدي مع الحداثه مش حاجه في وقتها فما حدود وهي صعيب راهو اما تخدم على اصله ولا تخدم مودرن وحده باش تعمل المزج هذاك كومبينيزون مش ديما ناجح فاناشاج هذاك لا ماغي ستيل بصفه عامه ماغي ستيل سي با فاسيل مش تلصق كذا مش اي انسان ينجم ينجح مش, مش اي انسان واضح فهمتني خاطر اللي حاجه يضيعها ما لقاهاش الغات نوملات يقول لك مي روفيزيتي هذيك قايد على روفيزيتي فهمت معناها هذيك تسمى كاو راتي اللاور احنا نسميوها نحترموها سامحوني ان شاء الله اللي ما عنديش مثل شعبي تونسي فهمتني الو اش يلزم هذه اذا كان باش نعملوها احنا الاربعه من الناس سيبوزون ثمانيه معناها اذا كان زوج من الناس راهو القول حار عظم اذا كان تاع ثمانيه من الناس حار عظم لا نتاع اربعه من الناس يوليو اذا كان شوف زوج حار عظم اذا كان اربعه من الناس واضح ولا
معناها كل حد زوز عظمات زوز ولا ثمانية مغارف دونك الكل وحنا بو 4 بيرسون ثمانية مغارف هريسة مايو مع زوز حيار عظم ثمانية عظمات يعني كل عظمة عليها تزيلية كنسمعوا فينا راهو الحارة هي أربعة باش يعرفوا خاطر في الجزائر يبيعوا العظمة بالكعبة أربعة بيضات زادة ما يقولوش عظم يقولوا البيض يقولوا البيض بيض وجيراننا في ليبيا يقولوا الداحي الداحي على البيضة في ليبيا دونك هي في الجزائر يبيعوا بالكعبة ما يبيعوش بالأربعة ألوغ ثمانية مغارف شابلور دو بان تنجم نعملوها في الدار ناخذ خبز البيت نحكوه على الغربال على الغربال يتحك هذاك لا فارين هذيك اوبتوني هذاك سي اون معناها سي ان ابيسيسون ولا العجه يعطيها تكستور فهمتني باش ما تجيش مرخيه تشد بعضها نص قطه معدنوس اربع بصلات ربعي البصل الربعي كبير توقته توا هذاك يجي يعملوا به مرمز بالبرشني وتوا يمشي مع العجة ميو هاهي شهي فيك مع السبايع البصل هو الصغير يعملوا به البرشني المرمز يعملوا الكعبه الصغيره والكبيره حطوها في الطابونه يشويوها يعني يشويوها في الطابونه مع مع البطاطا كوم لي بوم تسمى على غوب دي شون في فرنسا تضيف في الفحم ومن بعد تتقشر وياخذوا كل كور نتاع البصل ويتحط في المهرس لوح نقولوا هروسه احنا لوح كبير ويتهرس البطاطا مع البصل هذاك اي موختي اون بوا هي اعز حاجه البيلون موختي اون بوا وزيدوا الهريسه هذه نتاع عجة مي ولا هريسه اخرى هريسه العاديه نتاعنا وشويه زيت و... ويمكن نكته خل ولا بون نساه يعرفوا خير مني اي سي تان ديليس الوقت هذا وقته مع عجة مي مع المدمس وقت فول مع البطاطا والبصل هذا انا سي ستان ديليس برينتاني حاجات بنينه واقتصاديه معناها هكا الحمله وما ننزلوش عليها برشا زاد فهمتني باهي الو هذه هي اجت ميو دونك يلزم شويه ملح ما نجيش طعام بلاش ملح وزيت القليان دو بريفيرونس يكون نباتي نعم صحي اكثر في القليان وتكلفته اقل وما نحكيش على زيت الحاكم نحكي على زيت نباتي رفيع معناها مثلا معيس ولا قطانية ولا شو اسمها الاخرى الذره والا تورنوسول باهي عطيتنا الروسيت نتاع عجة ميو الزيت يكون يغلي مليح ويزم ديما بالمغرفه نطلعوا الزيت فوق العجه فوق العظمه هي تطلع اومليت حاره فهمت من بعد تحط على بابي ابزوربون بعد معناها التصويره اللي لقاها لنا زميلنا حمزه هذيك هي صحيحه سي با كومبليكي فما واحده اخرى فيرسيون ماهيش حاره والفلفل نتاعها مش حار وفما الفيرسيون الثانيه اللي تبدا بالبصل والمعدنوس وبلاش هريسه فهمت اومليت عاديه يعملوا هذه وهذه فهمت باهي هذوما يتاكلوا اليوم ويتاكلوا اليوم اليوم مثلا عندنا الايام هذه توا من نهار 10 ماي بدات تتظاهر هذه في نابل اللي تخلد في الهريسه احنا نقعدوا في الهريسه فهمت احنا الجمعه الاخرى مشينا تستور جمعيه سانت ونديت نابل كل احنا اللي انا معاه وشاركنا في شهر التراث نعم وقطرنا غديك الزهر وقطرنا العطرشيه والورد بارك الله سي رشيد ديما ناشطة وعملنا عجة مايو طيبناها لجماعه تستول هما قطروا الزهر كيفنا راهو هي مدينه اندلسيه كيما نابل عندها نابل عندها طابعها الاندلسي زاد ما ننساوش واليوم فما التظاهر نتاع الفسيفساء احنا في تونس عندها اكبر نجم نقولوا احنا لا بلو غروند كوليكسيون دو موزايك رومان او موند هي بلاد الفسيفساء تمشي للجم الناس تنفس فسيفساء اليوم نابل اليوم فيها كما عم ناول صارت تظاهرة عالمية اليوم دونك الدورة الثانية يجوا فنانين من العالم كل من الأربع قارات يجوا واليوم متواجدين 27 فني في فسيفساء جو من كندا جو من البلدان الاسكندنافية جو من المغرب من ليبيا من الجزائر من فرنسا من المانيا نعم. دونك من البرازيل من العالم كله تقريبا وموجودين والاردن دونك احنا عندنا اليوم نقولوا لونو غاديكا فهمت والناس قاعدين ينشطوا ويخدموا من نهار 10 باش يحضروا لوحه جداريه لوحه جداريه كبيره ضخمه من فسيفساء تخلد الهريسه في نابل باش نحطوها في نابل
الأرجح باش تكون في مركز البريد نتاع الحواش شارع حميد ثامر. نعم باش تكون غادي اللوحة في الحيط وين أي فيزيون نتاعها باهي تشاف مليح من السيارة تشوفها جاي من الحمامات في الطريق تشوفها التخطوار عندك لي ديمونسيون نتاعها تقريبا؟ لا ولا ما عنديش أما كبيرة ضخمة لا كبيرة وقاعدين يخدموا توا تقدموا فيها في بظرف وجيز وإن شاء الله نعملوا لهم احتفال اليوم هما ساكنين هنا في نابل. بلي سامحني سي رشيد عاملين فوسي فوسي ان سيراميك ولا ميكست؟ ميكست فما الحجر والسيراميك باهي برشا. اي يخدموا تبارك الله عليهم عملوا خلونا في جامعة سيد مدينة نابل خلونا دي تابلو مانيفيك اللي موجودين والسنا وخدموا لنا فريسك في دار سيدي سليمان هكا موجوده أيه. واليوم يخدموا في فضاء سيدي سليمان منتزه العائلي سليمان اللي هو على ذمه جمعيه سانت مدينه نابل ويعديوا النهار نتاعهم الكل انسبيري بار لا غروند بلو البحر قدامهم منهم للماء وشيخين لقاو الشمس نتاع تونس ولاو نهير اليوم توقعوا باش يجيو امطار غزيره العشيه هذه دونك شوف انا بدينا الجمعه الاخرى في مقهى الاندلس في سليمان دخلنا في جو مي وتقدير اليوم قاعدين باقي في الهريسه اليوم معنا 14 ماي هذوما يخلدوا في الهريسه في نابل بتشوف الهريسه معناها تسجيلها في على قائمه التراث اللامادي لليونسكو خذت صدى كبير وحاجه مستحقه لمدينه نابل مش من عدم اذا كان راهو اهتمام نتاع الفنانين نتاع المثقفين جماعة الفوسي فوساء الفنانين في الفوسي والمثقفين والمعهد الوطني للتراث وعندنا الشريك نتاعنا ديما نذكروه اللي هو ماهوش ما عندوش علامه تجاريه دونك نجم نتكلموا عليه يخدم ابيت لو لوكراتيف والبومبات هذا اورجانيزم تابع لونيو دي للامم المتحده دونك نعم. يساهم في تابع الامم المتحده يساهم في اثراء والتراث والحفاظ خاصة على الموروث الحضاري للدول اللي هي عندها عناية بتراثها وبماضيها وبما أنجزه الأجداد احنا اليوم زمنا الحافظ عليه وتقريب منها هذية اللي عندنا اليوم كل حاجة اللي عجت ميو بعد ما كملوا منها طيبوها راهو عملوا لها السفن زاد اليوم باش شكون يحب يشري السفن حوت السفن معها الحوت السفن تقلا تجي قلية باهية تقص شرايح كي توشي عند الحوات تقول له قص لي نتاع مقلي مش نتاع مقرونة دونك يقصوه سو فورم دو كيما لي بتيت واحدة شرايح صغار يسكلوا دي مخصو يتقلاو كوم دي بيني وسفن المقلي مع المدمس مع عجت ميو والعظم القشور نتاع العظم ما يتلوحوش شكوهم يعملوهم قلاده نعلقوهم في الكوجينه استبختوا بهم حتى العام الجاي يقعدوا العام الجاي يحطوا نحيوا القديم يحطوا جديد فهمت باش يقعد ميو كما تقول اوسو في سوسه فهمت اوسو هام ياسر في سوسه الناس استبخت اوسو يقولوا بابا اوسو كله كذا احنا كيف في نابل عندنا ميو هام ياسر خطر انطلاق الحصاد وجني الخيرات الوفيرة بعد ما يتعدى عام كامل الناس تخدم وتصرف الفلوس وتحرث ومعناها تحط في البذور نعم. الاحتفال بالطبيعة شنو أنجتوا بتعبهم بعد شنو بالمنتوج الفلاحي بالطبع واعتراف للجميل بالطبيعة نجم نقول باهي برشا يعطيك الصحة سي رشيد دونك سي رشيد ديما معانا إن شاء الله كل نهار أحد في الكاب ويكاند كل نهار يعطينا حاجة هكا نورنا بها دونك هكا عرفتوا مميزات نهار 14 ماي في مدينة نابل والمدن الصغيرة اللي مجاورتها نابل دار شعبان حمامات يظهر لي يحتفلوا بطريقة أخرى اليوم يعملوا كسكسي الأبيض مدام لطيفة نعم صديقتي وأختي عزيزة عليا برشا هي صاحبة المبادرة في التظاهرة هذه نتاع الموزايك وهي اللي عندها العلاقات على المستوى العالمي وهي اللي جابتهم استدعتهم لموزايست هذوما وما قادش بختنا خير من جمعية سانت مدينة نابل وهي اليوم دخلت الجمعية عن طريق التظاهرة هذه
وولدت بنت الجمعيه وحتى ضيافنا يولي ولاد الجمعيه احنا كيف كيف. باهي برشا، ان شاء الله تنجم تكون حاضره معنا ممكن في وسط الجمعه قبل ما تفضل التظاهر هذه وتعطينا اكثر تفاصيل مع حد من الزملاء في اذاعه كاب اف ام. دونك احنا ما بقى كان باش نقول لكم باي باي، ان شاء الله نتقابلوا لحد الجاي كالعاده من 7 حتى 10 تاع الصباح في الكابيكاندا.